اخواتي المشاهدين في كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده متميزه من البرنامج الاسبوعي المتميز يعود فيحيينا. البرنامج اللي الرب بيعمله مخصوص لكل مشاهد علشان يصنع ليه احياء ايا كان الموت اللي بيمر بيه. مبسوط وفرحان جدا بعنوان حلقه شيق ويمكن جديد على مسمعك ويمكن في غاية الأهمية لحياتك، ما ينفعش أخسرك. يمكن تكون في حياتك أشخاص خسرتها وقلت مش هينفع أرجع لها تاني نتيجة حسابات موجودة في عقلك، ممكن تكون الحسابات دي خارج حسابات ربنا إطلاقا. أدعوك النهاردة تسمع حلقة بعنوان ما ينفعش أخسرك وتشوف اللي انت خدت فيه خطوة، هل الخطوة دي في مشيئة الله تكمل فيها ولا بعيد عن مشيئة الله تجيب كتابك المقدس وتكتب الكلام الرائع اللي الرب هيعلمه لنا، ولا سيما في قمة السعادة لأجل ضيوف متميزين جدا. مبسوط وفرحان من قلبي أني أكون النهاردة تلميذ للرب في ضيف غالي جدا، شخص مؤثر بحياته ومؤثر بعظاته ومؤثر بكتاباته ومؤثر بمؤلفاته الرائعة. مبسوط النهارده ان يكون ضيف البرنامج الدكتور القس ممدوح ملك. اهلا بيك يا بون. شكرا يا اخي يوسف، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الرب يباركك، سعيد من كل قلبي واثق ان الرب هيحط ايده عليك بقوه عظيمه جدا كالمعتاد اللي بنعرفه وبنشوفه منك على طول. وانا كمان سعيد ان اكون موجود في البرنامج، وسعيد ان دي اول تجربه في برنامج ليا مع قناه الكرمه. تحياتي الخاصه للصديق العزيز الاخ صموئيل مع كل الاحبه الموجودين، اخ ساهر، المجموعه الجميله الرائعه اللي انا حبيتهم قبل حتى ما نشتغل. فانا بصدق ان الحب ده هينعكس على الحلقه بصوره مجيده بحضور الله الروح القدس. واحنا مصدقين بكده. شكرا. كمان اخواتي الغاليين، مبسوط جدا جدا، والشخص اللي انا مش بقول كده علشان هو موجود ما بعرفش اقدمه من مسحته وصوته الجميل اللي ما فيش مرة تسمع له ترنيمة او تشوفه في اي اجتماع الا ولازم تتأثر وتلمس الرب من خلاله. مبسوط جدا النهاردة يكون ضيفنا في الحلقة الاخ فايز عدلي. اهلا بيك يا اخ فايز. يا اخي يوسف اهلا بيك، شكرا لدعوتكم الكريمة وشكرا لقناة الكرمة الرائعة، وشكرا للرب ان اكون في ضيافه ابونا القسيس ممدوح وحضرتك. رب باركك، والرب اكيد هيدينا وقت طيب في اسم الرب يسوع. متاكدين. كمان بنشكر الرب جدا من اجل العازف المتميز اخونا شنوده عادل اللي تسمع عزفه وتنبهر من قدرته وامكانياته الرائعه اللي هنشوفها بعد شويه من خلال بدايه الحلقه بالترانيم الرائعه مع الاخ فايز. اتفضل يا اخ فايز. يمكن اسم الحلقة بيقول ما ينفعش أخسرك. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول أنصف غيري وأنا مظلوم. مرات بنيجي على نفسنا كتير عشان ما أخسرش أخويا. تعلمت الدرس ده في حياتي إن أخسر الموقف لكن ما أخسرش أخويا. يلا نرنم شابب على طراطيف عنواني. شارب واحد مر لكني شديد عودي وها يا أغاني. شابب على طرفي في عنوان شايف من هنا منظر تاني. شارب واحد مر لكني شديد عودي وها يا أغاني. والغنى صابب في حياة والحياة رسماني معاه،
والصورة في العود مسكاه ومسكني في يد الله. الغنى صابت في حياة والحياة رسماني معاه، والصورة اهي في العود مسكاه مسكاني في يد الله. ساكن في حشايا إيمان، نسخة مخصصة للإنسان، أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران. ساكن في حشايا إيمان، نسخة مخصصة للإنسان، أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران. وأنصف غيري وأنا مظلوم، وأبتر فرحي وأنا مهموم، وأدفن يومي في قبر النوم في الفجر أتشدد بالله. أنصف غيري وأنا مظلوم، وأبدر فرحي وأنا مهموم، وأدفن يومي في قبر النوم في الفجر أتشدد بالله. عارف اني بموتي بعيش، طول ما انا ساجد ما بنحنيش، وارفع راسي وهي على كفه، هو انطرحني ما يقتلنيش. عارف اني بموتي بعيش، طول ما انا ساجد ما بنحنيش، ارفع راسي وهي على كفه، هو انطرحني ما يقتلنيش. ومعديها بلا اجابات، يكفي وجوده ماليني سبات، لسه عودي فيه نغمات علشان متكلي هو الله. ومعديها بلا اجابات، يكفي وجوده ماليني سبات، لسه عودي فيه نغمات علشان متكلي هو الله. ومعديها بلا اجابات، يكفي وجوده ماليني سبات، ولسه عودي في نغمات علشان متكلي هو الله. دايما يا اخواتي المشاهدين اتعلمنا ان لما نشوف شخص ظلمنا، فاللي ظلمنا ما اسهل ان احنا نخسره، لكن العبارة الرائعة في الترنيمة انصف غيري وانا مظلوم، ازاي اوصل للمرحلة ان اقدر فيها انصف غيري وانا مظلوم؟ ده هو يختص بعنوان حلقتنا اللي اسمه ما ينفعش اخسرك.
تعالوا مع بعضينا نفتح الكتاب المقدس في العهد الجديد في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 12 وعدد 26، نقرأ آية واحدة من كلمة الله وبعد كده نرجع لجناب القسيس ونسأله ونعرف الإجابات اللي الرب هيديها لنا. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. جناب الفاضل، العنوان الرائع اللي حضرتك اخترته ما ينفعش أخسرك، طبعا ده عنوان جميل وأكيد ما كانش وليد لحظة كده أو زي أي مرة كنت فيها بتحضر رسالة مهمة. نفسي أسألك وأتعلم مع أخواتي المشاهدين، ليه اخترنا عنوان الحلقة ما ينفعش أخسرك؟ هو بصفة عامة يعني عنوان الموضوع إما أنه مرتب، يعني أنا برتبه عشان أقدم حاجة، أو أنه مطلوب مني. يعني يطلب مني أقدم موضوع معين. تمام. لكن العنوان ده بالذات ده وليد حدث. حدث. يعني حدث، أمر حدث. مشكلة كنسية كبيرة قوي، والكنيسة عريقة جدا. حدث فيها نوع من الانشقاق. وفي التوقيت الإلهي، مش عايز أقول ظروف لأنه في حياتنا أساسا ما فيش ظروف. تمام. في التوقيت الإلهي اتواجدت في المكان ده لمدة 3 أيام. تمام. الرب عطاني العنوان ده وبدأ الروح القدس يشتغل عليه. يعني أقول لصدق في المسيح لتشجيع الفاضل المستمع المشاهد، أقول لصدق في المسيح إنه في نهاية 3 أيام رب صنع أمور عظيمة جدا. شكرا لك. مش كده؟ الموضوع ده غالي علي قوي، وأنا بشعر إنه ده الاحتياج الخاص جدا للكنيسة والمؤمنين في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه. احتياج ملح وملح جدا. فده وليد حدث. تمام. يعني انا مش اخترته، مش حاجة علقت في ذهني فكتبت، لكن الامر كان وليد حدث. تمام. طيب لو انا دلوقتي عايز اعرف ايه الاسباب اللي ينفع من خلالها اقول انا ما ينفعش اخسر الشخص اللي قدامي، هل في اسباب تخليني اقدر اقول انا ما ينفعش اخسر اللي قدامي؟ صحيح، احنا مش هنقدر نستوفي الموضوع كله في حلقه واحده. تمام. لانه بدايه يعني في الاول احنا هنقول اهم حاجه تخليني ما ينفعش ان انا ما اخسرش اخوي. تمام. يعني من الضروري الركيزه الاساسيه والامر المهم جدا اللي يخليني ما اخسرش اخويا، انه اخويا ده اساسا له ثمن وانا اقيم بثمني. تمام. يعني خليني اقول لو انا عندي تمثالين، واحد معمول من الخزف والتاني معمول من الذهب، الاثنين نفس الشكل نفس الهيئه قد يكون نفس الوزن بس القيمه لكن تختلف. لما نيجي نقيم القيمه تختلف. تمام. بحسب المعدن والمعدن ده مدفوع فيه. فأنا بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف، تعرف أخي يوسف وإخواتي المشاهدين بيسمعوني، لو أدركت قيمة أخويا واللي اتدفع فيه، آسف فأقول حتى لو المشاهد مش هيقبلها، أنا هعمل نفسي كبري علشان أخويا يعبر من فوقية ويعد فوق ظرفه، لأن ثمنه غالي قوي. وثق تمام حاجة تانية بقول لحضرتك هنا وبقول لأخويا المشاهد اللي بيسمعني، إن بخسارتي لأخويا أنا بخسر الشخص اللي اشتراه بالثمن، وبخسر ذات الثمن، لأن قيمة الشخص مش من قيمة الثمن، لكن قيمة الشخص، قيمة المؤمن من قيمة الشخص اللي دافع فيه الثمن. فأنا قيمتي حتى أمام الله الآب. أنا قيمتي أمام الله الآب من قيمة المسيح يسوع. فخليني أقول الأول إنه أنا ما ينفعش أخسر أخويا عشان ثمن، لأنه شوف دي مش عايزة نقاش. شوف
تغلو الأثمان، يعني في حاجات، في حاجات لها ثمن. تمام. وكل تحفة لها ثمن، وكل إنسان فينا له ثمن. لكن الثمن اللي دفع في المؤمن ثمن لا يقاس، لأنه غير محدود، ولا يكال لأنه غير محدود، ولا يوزن لأنه غير محدود، ولا تعمل له مساحة، ولا ينفع نجيب له طول ولا عرض ولا علو ولا عمق. لأن دفع اللي دفع الثمن ده الابن الوحيد المحبوب، محبوب الآب. عشان كده ما ينفعش أخسر أخويا لأن دفع فيه ثمن. للدرجات الإنسان غالي جدا جدا. أنا قلت لحضرتك ونفسي أذكر أخويا المشاهد اللي بيسمعني كما أذكر نفسي، وبذكر إخواتي اللي موجودين معايا، ما ينفعش أخسره بأي صورة. لأنه قيمة أخويا، أرجو أن تسمعني مرة أخرى عزيزي المشاهد، وأرجو أنك تركز قوي في الجزئية دي، قيمة أخويا. وعلى فكرة نفسي أقول حاجة، فضل. قد يكون أخويا غير مستساغ. غير إيه؟ مستساغ، يعني في كنايسنا ناس صعب أنك تتحمله. صعب، لا أنت عارفه مخصمك ولا أنت عارفه مصالحك. مرات شهر يبقى يعني داون تحت، ويوم يبقى فوق، ما انتش عارف له ميزان. لكن رغم هذا قيمته مش في ذاته ولا في ظروفه المتغيرة، لا 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 لا، ولا في قوته ولا في ضعفه، ولا في وحشته ولا في حلاوته. وانا ما ينفعش اخسره، ليس لذاته وان كان ده مهم، لكن انا ما ينفعش اخسره. لان الثمن اللي دفع فيه والشخص اللي دفع الثمن شخص غالي جدا، ربنا يسوع الذي له كل المجد. يعني افهم من حضرتك كده جناب الفاضل ان انا بحب اخويا مش بالصوره اللي تجذبني فيه، لكن بالمحبه الغير مشروطه اللي حبها له ربنا. شوف فكره الاستلطاف. ايوه، ودي امر احنا، انا اسف يعني البعض مننا واقع فيه. ايوه، فكره اني بستلطفك. أيوة. فبستلطفك عشان بحبك. ها. يمكن هقول حاجه خارج الدايره، اتفضل، بس ارجو يعني ان المشاهد يسامحني في اللي هقوله. هيسامح. انه حتى الاستلطاف خارج دوائر الخدمه. يعني كتير شغال على النمط ده. انا بدعيك عشان بستلطفك. وده بيذكرني بملك اسرائيل، لا ملك يهوذا، لما قال لملك اسرائيل، هو ما فيش نبي هنا نقدر نساله؟ قال له في مين؟ مين قال له؟ ميخا ابن يملة. بس يعني عايز اقول له معلش، انا سوري، اسف يعني، انه لا يتنبأ على خير. الفكره هنا مش كان ميخا بيتنبأ على خير او شر، الملك لان شروره كتيره وظلامه واضح وحياه الفساد فيه بينه، فمش عايز نور ينور له. وبالتالي مش مستلطف النور. ده كتير بيحدث في حياتنا. أنا بصلي مع حضراتكم ومع كل المشاهدين اللي بيسمعوني النهاردة، بصلي من كل القلب الله يملأ القلب، قلبي كمؤمن أو كقائد أو كمسؤول دعوة أو كرئيس في مكاني أو كقائد اجتماع، الله يملأني النهاردة بالروح القدس اللي يخليني أعرف أختار دون استلطاف. لكن من يفيد ومن يبني شعبي. روعة فكرة دون الاستلطاف دي، رهيبة جدا يا جناب الفاضل. بص يا أخي يوسف، أنا مش بقول سوري، أنا مش أنا بقول خبرة سنين. تمام. أنا بخدم الرب خدمة تفرغية من 16/1/88، وبخدم الرب، خدمت الرب خدمة تطوعية من أول 75 لحد أوائل، لحد أواخر، لحد يعني أواخر 87. الوقت ده كله من 75 لحد الوقت. أنا مش هقول معلومات بس، أنا عاوز أقدم خبرة حياتية. أيوة، تقدر تفيد الناس. وإلا لو برنامجنا اللي بنقدمه ده ما فيهوش خبرة حياتية، يعني آسف، يبقى كنا خدنا المحاضرات دي يعني في الكلية أو درسناها في أي مكان. أنا أرجو باسم الرب يسوع المسيح بيحسن. إن الوقت اللي جاي ما تكونش الفكرة أنا بحبك علشان بستلطفك. سوري يا ابني، هو لما حبني، أيوه، لما مات علشاني،
لما حط عينه عليا وجابني في يوم من الايام ما كانش عندي حاجه تتحب، ما كانش فيا حاجه يستلطفها. ايوه ده جابني من مستنقع. وهذا المستنقع مليء بكل القاذورات، لكن في نعمه الغنيه قبلني زي ما انا على ذات المثال او زي كده بالظبط. انا مفروض اعمل كده، انا احبك زي ما هو حبني ايا كان حضرتك، لان ده الامر الكتابي وما ينفعش اخسرك تحت اي ظرف. روعه روعه، ربي يحميك ويحفظك يا عيش. شكرا، يباركك. اتفضل يا اخي فايز، لو نسمع ترنيمه وبعد كده ناخد سؤال. امين. في ترنيمه ذكرتها بتقول كده: احبني بعين ايماني اراك، احبني مات عن دفع في الثمن الغالي. بعين إيماني أراك يا حمل الله هناك، علقت كي تفي ديني، أحبني مات عني. بعيني إيماني أرى يا حمل الله هنا، علقت كي تفي ديني، أحبني مات عني. أحبني 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 مات عني. أحبني 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 مات عني، من أجلي أرسل يسوع، قد جاز في وادي الدموع، حل قيودي فكاني. أحبني مات عني. أحبني 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 مات عني. أحبني 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 مات عني. يا بهجتي يسوع لي، عليه ألقي اتكالي، من اسمي قال خلصني. أحبني مات عني. أحبني أحبني مات عني. أحبني 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 مات عني. يسوع لي يا لسعدي، يا لسعدي بذا الفدي، فحبه يحصرني. أحبني مات عني. أحبني 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 مات عني.
حباني حباني مات عني. وعن قريب في الخلود أكون مع ذاك الودود لمجده يضمني أحباني مات عني. أحبني 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 مات عني. حبني ومات عني. الوحيد اللي يقدر يحبك محبة ويبرهنها وتكون عكس محبة البشر هو الرب يسوع المسيح اللي حبك محبة غير مشروطة. علشان كده بذات المحبة الغير مشروطة انت بتبادل ليها اخوك وما ينفعش تخسره. وتعالوا نكمل مع بعضينا ونشوف ليه ما ينفعش اخسرك. جناب الفاضل، خدنا اني ما ينفعش تخسرني او اخسرك علشان تمني غالي. الغلاوة بتاع التمنى دي الخدام والوعاظ وضحوها لنا انها ظهرت في الصليب بشكل واضح، ولا شك ابدا ان الصليب برهان واضح لمحبه الله لينا الغير مشروط. هل محبه الله لينا بس مختزله في الصليب، ولا في جوانب تاني ممكن نتعلمها احنا نكون مش واخدين بالنا منها؟ هو زي ما حضرتك اتفضلت فعلا في كل العظات اللي بنسمعها على مر الوقت اللي فات التركيز الوحيد على عمل الصليب، وده حقيقي تمام. لكن في فترة مجهولة في حياة السيد لكل المجد برضه بتظهر ليا انه دفع ثمن معنوي على الاقل. تمام. يعني المسيح لما ولد عاش في الناصرة وبعدين كفر ناحوم 30 سنة. الثلاث سنين وتلت دي اللي قضاها الرب في الخدمة ما كانتش سهلة وبسيطة، لكن فيها أحداث بتقول إنه برضو إنه فيه ثمن الدفع. عشان كده في آيتين مهمين قوي. الآيتين دول ما ينطبقوش على الصليب بس بيوضحوا الغلاوة. بيوضحوا الغلاوة تمام. فلما يقول في 2:18 من رسالة العبرانيين، لأنه فيما هو قد تألم مجربا. من فضلك نقف عند كلمة مجربا. مجربا. ذات الكلمة هي نفسها نفس الكلمة. بتتكرر في 4:15 برضه من رسالة العبرانيين. لأن ليس رئيس كهنة غير قادر أن يرتي لضعفاتنا بل مجرب. يبقى في عبرانيين 2 مجرب. مجرب. في عبرانيين 4 جت مجرب. تمام. ما أقدرش أقول إن المسيح فوق الصليب في وضع المجرب. تمام. في وضع التنفيذ. لكن الآيتين دول بيشكلوا لي فترة حياة. هذه الفترة تتضمن فترة خروج الرب لكل المجد للخدمة ولمدة 3 سنين و3 لحد ما يوصل للصليب. تمام. أخي يوسف لما نناقشها أيوه تدهش جدا إنه الألم ده عاش الرب علشاني، علشان كده ما ينفعش انك تخسرني. ايوه الكتاب بيقدم لي 6 صور، 6 صور، سواء لاتهامات خبيثة او لمحاولات الايقاع بالمسيح او لمحاولة حتى ايقاعه مع الدولة الرومانية. هنشوف الكلام ده وهنناقش على قد ما نقدر في الحلقة. ايوه على قد ما نقدر. أيوة. يعني مثلا النموذج الأول،
لما يقولوا حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان. الأمر هنا فيه أمرين خطيرين. لما يوصف المسيح بأنه سامري ده معناه دمه مش يهودي نقي. لأن سامري دم مختلط بين اليهودي والبابلي والأشوري في زمن السبي. عندما يوصف أن دمه غير نقي وسامري في عداء كبير ما بين اليهود والسامريين. حتى ان المراه السامريه لما قال لها الرب اسقيني قالت له تعبير مرات كتير مش بناخد بالنا منه. انت يهودي كيف تطلب مني يعني وانت يهودي متعظم وانا بالنسبه ليك غير نقيه، انا بالنسبه لي غريبه. ازاي وانت الكبير اللي شايف نفسك كبير وانقى مني بتطلب مني ميه؟ الامر الثاني لما يقولوا للمسيح بيه شيطان ده معناه خطير. ده معناه انه مجنون، وده ورد في تثنية 28 ضمن اللعنات لما يقول الرب يضربك الرب بجنون. تعرف يعني ايه يا ابني يوصفوك انك مجنون وانت صمت يا سيدي وانت قبلت مع انك انت مش العاقل؟ هللويا، انت معطي العقل. نعم، انت واهب الذكاء وقبلت. قال قبلت عشان اوريك يا مؤمن ثمنك يا اللي بتخسر اخوك انه علشانه قبلت انهم يقولوا لي انه بك شيطان. يعني اتخيل عشان واحد ينقذني فيسب، علشان واحد يديني هيمة فيلعن ويقبل هذا السب وهذا اللعن ويقبل هذا اللعن علشان أنا يبقى لي هيمة. تخليني ما ينفعش إنك تخسرني. تعرف يا أخي يوسف، وأقول هذا للمشاهد الكريم، لو أدركنا هذه الحقيقة ما كان في كنائسنا مشاكل وما عانينا من انقسامات. لو أدركت إن أخويا المسيح ده تمن، أنا لسه ما وصلتش للصليب على فكرة. تمام. أنا لسه بتكلم في الخطوة الأولى. تمام. الخطوة الأولى أن المسيح يقول عنه أنه بيه شيطان ويقبل هذا. تعرف لما يقولوا أنه بيه شيطان ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ أنه مهيج. أنا بتكلم على فكرة، مش عايز أقول قرائن كتابية لألا المشاهد ما ياخدش باله منها، لكن أنا بربط آيات بآيات. زي قارنين الروحيات بالروحيات. تمام. هو الشيطان لما وقف امام الرب من اجل ايوب قال له الرب هيجتني عليه ليبتلعه بلا سبب. فلما يقول سيدي انا بك شيطان، الامر الاول معناه انه تحت لعنه، والامر الثاني هنا معناه انه مهيج. واو. واذا وجد مهيج في هذه الدولة في أورشليم اللي كانت تحت السيادة الرومانية، المهيج في دولة في كأورشليم تحت السيادة الرومانية يمكن أن يقع تحت طائلة القانون. ما تيجوا نسأل سيدي، برضو احتملت أن توصف. وعلى فكرة حتى في المحاكمة قالوا أنه مهيج، أنت قبلت مع أنك صانع السلام. مش بس انت صانع السلام، لا، ده الرسول بولس لما ارتقى بفكره وبالروح وحب يوصل لنا الفكرة الجميلة دي، مش قال هو رئيس السلام ولا قال هو معطي السلام، لكن شخصا الأمر. فتحول السلام من أمرا معنويا يملأ القلب إلى شخص، فقال لأنه هو سلامنا. كل دي آلام احتملتها علشاني وتخلي اخويا ما ينفعش انه يخسرني. يبقى لما يقولوا بيه شيطان ده معناه انه تحت لعنه، ده معناه انه مهيج، ده مهيج معناه يعني يثير الشغب والشوشره. لما في زكريا 3 لما وقف الشيطان على يمين يهوشع، تعرف كان بيعمل ايه؟ كان بيحرض الرب عليه،
كان بيحرض ربنا على يهوشع ويعايره بالثياب القذرة، والعمامة بتاعته العمة بتاعته مش موجودة. يعني لما يصوروه أنه تحت لعنة وأنه مهيج للشغب وأنه شيطان، ما تيجي بينا نقف بكل التقدير والاحترام أمام ذلك السيد العظيم واسأله قابلت هذا؟ نعم قابلت هذا. عشان كده إن كان قبل ده فبيقول لي أنا وبقول لحضرتك، بيقول لك إنك ما ينفعش تخسرني، لأنه قبل كل هذه الصفات اللي أصلا لا علاقة له بها، علشان أنا، علشان أنت ما تخسرنيش، وعلشان أنا ما أخسركش. صورة تانية، تمام أخي يوسف، مرات بتعدي الأمور علينا، فايز أخي شنودان، مرات بتعدي الأمور علينا مرور الكرام حتى وإحنا بنرى الكتاب. يعني لما جم جابوا له المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، هو الفكرة الأساسية إنه تعالى مش قادرين نوقعك، بس هنوقعك المرة دي. يعني فكرتها أساسا يصده هو، مش عايزة كلام. ليه بقى؟ لأنه لو قال نعم ترجم يفقد تعاطف الناس ويفقد مصداقيته. تعرف ليه؟ لأنه قال فاذهبوا وتعلموا ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة. يبقى أنت بتضحك علينا، بينفي اللي قاله. تمام، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لو قال لا ترجم كسر لويين 20-10. كتابيا إذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية. معنى كده أنك أنت بتكسر الشريعة، وكسر الشريعة ده معناه أن أنت لازم ترجم. الأمر الثالث، لو قال ترجم لم يكن لسلطة يهودية في ذلك الوقت الحكم بالقتل. ليه؟ لأنه في دولة متسيدة اللي هي الدولة الرومانية. عشان كده لما جم يحكموا على المسيح ما قدروش رؤساء الكهنة يحكموا عليه بالقتل، لكن استصدر الحكم من الوالي الروماني. بقى انت قبلت انك تتحط في الموقف ده علشان يوقعوك، وعندك القدرة انك تخرج بلياقة وبقدرة علشان الامر يعدي. ده علشان قال انا قبلت. خليني اقول صورة ثالثة، تمام، كم مرة كتابيا بحسب كلمة الله حاولوا يقبضوا عليه؟ 4 مرات. في يوحنا 17 مرتين، تمام، وفي يوحنا 10، وفي يوحنا 11. انت عارف يعني ايه يا ابني 4 محاولات لإلقاء القبض عليه؟ عارفين يا اخواتي معناه ايه؟ معناه انه كان مطارد. صانع الامن، معطي الامان، اللي وجوده بيبدد الخوف، وبيني كل اضطراب موجود جوانا، وبيعمل استقرار في القلب وصفاء في النفس وراحه في الذهن، معطي النوم المريح، مسكن العواصف. ايوه، يوم من الايام علشان انا ابقى غالي يتحمل لاجل. انتوا عارفين القضيه دي زي ايه؟ زي واحد عليه طار، لكن لانه ابن فغالي على الاب. الاب عاوز يعمل ايه؟ جاب ابنه واخفاه في مكان ما لا يعرفه احد، محدش يعرفه. تمام. وفي نفس الوقت ظهر هو علانيه امام الكل. بس مره يلاقوه في اسيوط، تاني يوم يلاقوه في قنا، تالت يوم يلاقوه في القاهره، رابع يوم يلاقوه في اسوان. حتى لما يروح اسوان مره ينام في فندق، مره ينام عند واحد صاحب، مره ينام في الجنينه اللي بره دي خارج اسوان. انت بتعمل كده ليه؟ قال انا مطارد. لاجل من انت مطارد؟ لاجل ابنه. علشان مين؟ عشان ابنه. اسمحوا لي اقول، ايوه، كما لكم اقول للمشاهد الكريم، دعنا نعظم الرب من كل القلب. شكرا. ذلك الذي قبل هذه الحياة
علشان ما ينفعش أنا أخسر أخويا لأنه بسببي كان مطارد. ده مش كلامي على فكرة، أنا عندما أقول كان مطارد ده مش تعبير أنا اختلقته، ده تعبير أنا اقتبسته من أربع مواقف اتكلم فيها الكتاب، إنه أربع محاولات لإلقاء القبض عليه. طب قول لي بالصورة دي ينفع أخسرك؟ ده مستحيل كده، ده ما كانش علشانك زي عشان اللي اتدفع زي ما قلت لحضراتك والإخوة المشاهدين، زي ما قلت في أول كلامي، ده ما كانش علشانك، علشانه هو، ده علشانه هو. نعم أنا قابلك علشانه هو، زي ما الاب قبلني علشان الابن المبارك، زي ما الاب محتملني عشان الابن المبارك. ايوه لكن كمان انا عندي صوره رابعه، والصوره الرابعه دي خطيره جدا، وحدثت بعد اقامه لعازر من الاموات. وبالمناسبه ايوه اقامه لعازر من الاموات لا تدخل تحت بند معجزه اقامه ميت خلق. تمام، ليه؟ لأنه بعد 3 أيام أو 4 أيام المخ انتهى، مفيش، كل أعضاء الجسم الأساسية انتهت، فهنا مفيش حاجة اسمها إقامة، هذا عملية خلق زي الولد بتاع إنجيل يوحنا صح 9 اللي كان ولد أعمى. فأنا عندي هنا أمر، لما انتشر أمر إقامة لعازر من الأموات، مين قلنا يعني يمكن عملها مع ابنة يايروس لسه ما طلعتش من البيت، ويمكن عملها مع ابن أرملة اتنين اللي لو ماشي يعني رايحين يدفنوه، لكن ده احنا بعينينا عارفين ان لعازر صار له 4 أيام في القبر، احنا عارفين كده كويس. لما يقيم عرش الكهنة اهتز، عرش الكهنة اهتز ليه؟ لانه طلع واحد غير مفاهيم وارتقى بالناموس. ايوه ونور المسيح العظيم ونور كلمته أضاء على ظلمة هؤلاء فأبغضوه. ايوه تاني نور المسيح، نور تعاليم المسيح العظيمة أشرقت على ظلمة هؤلاء فأبغضوه. تعرف لو كان زيهم يعني لو بيشتغل الشغل بتاعهم يعني، أو لو كان أراد أن يراضيهم يعني كانت تمشي الأمور. عشان كده قال قيافة وكان رئيس كهنة في ذلك الوقت، قال ولا تفكرون أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. تعرف هو قال كده ليه؟ صحيح يمكن أحيانا للشرير أن يتنبأ، وارد، زي قضية بلعام ابن بعور اللي تنبأ في وقت أراد أن يلعن الشعب في زمن بلاق ملك مؤاب. لكن هو كان في فكرة تانية. إيه الفكرة التانية؟ قال لهم يعني بعد الوقت أنتم لا تنفعون شيئا، العالم كله فيش منكم فايدة، العالم كله قد ذهب وراءه. ده الكلام ده قاله لرؤساء الكهنة، أنتم لا تنفعون شيئا، تمام، العالم كله أيوه قد ذهب وراء. بقى انت عارف انه محكوم عليك بالموت، والوقت اللي هتسلم فيه برضه تروح العيد في اورشليم. يعني انت عارف الحكايه دي بيزود الغلاوه، يعني انت مدرك قوي طبعا لاجل هذه الساعه قد اتيت. عندي صوره خمسه مهمه قوي. الصوره الخامسه، 5 مرات طلبوا ان يقتلوه، مش بس طلبوا انه يقبضوا عليه، طلبوا انه يقتلوه. تمام. 5 مرات. واحد معرض زي ما يقول ايه؟ زي ما اقول انا اهو بس سيبوا اللي ورايا. في قصه تحضرني احب اقولها. اتفضل. حكى لنا الراحل الشيخ ابراهيم جرجس قصه. قال واحد قوي قوي واحد ضعيف قوي. يبدو انه حدث خلاف بين الاثنين. تمام. فالقوي قوي بيجري ورا الضعيف قوي وفي ايده سلاح. فالضعيف قوي هو بيجري لقى واحد من اعيان البلد. يعني حد له نفوذ. فعمل ايه؟ استخبى فيه. جه وراه
واستخبى. وقف اللي بيجري وراه نزل ايده بالسلاح لانه مش قادر على القوي اللي استخبى مش قادر على القوي اللي استخبى فيه. انا بقى غلاوتي غلاوتي والعدو بيتربص بيا غلاوتي من غلاوه الشخص اللي انا اتخبيت خلفه. واو. والكلام اللي انا بقوله ده له جذور كتابيه على فكره. ده له جذور ما قبل التاريخ. في اثناء المحاكمه في تكوين ثلاثه قال الرب انت تسحقين عقبه. وهو يسحق راسه. خلي بالك سحق العقب يعني بمعنى انه الحيه ممكن تعض في كعب الرجل من تحت ده العقب. وهو ده اللي بيحصل. كانت لدغات وحدثت لكنها لم تكن مميته. تمام. لان الهدف الاسمى للمسيح انه لا يموت مقتول بيد اليهود. ايوه. ولا يموت مرمي من فوق الجبل. لكن كان الهدف الاسمى اتماما للنبوات الكتابيه كان لابد ان يموت على الصليب. نعم. الصوره السادسه طبعا انا قدامي ايات كتيره يعني بس موت سوري في الحته دي علشان بس اوضحها سريعا. موت المسيح على الصليب ده كان تتميم نبوات كتابيه. شوف لو المسيح ما ماتش على الصليب اقول هذا على الملأ امام المشاهدين. ايوه. لو لم يمت المسيح على الصليب هجيب كل النبوات الكتابيه اللي تتكلم عن موته على الصليب وقطعها من الكتاب. يبقى ملهاش وجود. وخلي بالك موته على الصليب يؤكد. ايوه. تأكيد كامل. عصمة الكتاب وصدق النبوات وصدق. خلي بالك لفظا ومعنى. يعني ما عندناش وقت نشرح طبعا انا لفظا ومعنى لكن يعني كتابيا عايز اقول صدقا صدقا صدقا. ايوه. الصورة السادسة والأخيرة. ايوه. في يوحنا 6:15 ودي تثبت كمال لاهوت الابن المبارك. واما يسوع. أيوه. قد علم انهم مزمعون ان ياتي ويخطفوه ليجعلوه ملكا فانصرف ايضا الى الجبل وحده. خلي بالك فوق الجبل بقى خدوه وعاوزين يرموه من فوق الجبل. تمام. مره كنت بدرس عندنا في الكليه فكرة انه المسيح لم يستخدم لاهوته لخدمة ناسوته ولا مرة واحدة. تاني ببساطة كده؟ المسيح ما استخدمش الوهيته علشان يخدم نفسه كابن الانسان. يعني مثلا ايه؟ ما جعش وقال ما خدش الامكانية لشخصه. ما جعش وقال للحجارة كوني خبزا فكانت، ما حصلش يعني. وبدل ما كانوا يخدمون النساء من اموالهن لو استخدم سلطانه الالهي ايوه كان يقدر يعيش بالصوره اللي هو عايزها. ولما يقول الكتاب انه مضى كل واحد الى بيته. ايوه. اما هو فصعد الى الجبل ليصلي كان ممكن ان يصنع قصرا. كان ممكن ان يسكن على السحاب. فعندي طالب يعني ذكي قوي. ايوه. قال لي بس يا دكتور في سؤال. قلت له قول. قال لما حبوا يرموه من فوق الجبل هرب ليه؟ أو ما اجتاز في وسطهم ومضى ليه؟ طب واستخدم لاهوته. قلت له ده صحيح. بس لم يستخدم لاهوته لخدمة نفسه. لأنه كان لابد أن يصل إلى الصليب وأن يموت مصلوبا. قل لي مع حضرتك قل لي. مع كل الأحباء المشاهدين اللي بيسمعوني دلوقتي. يقولوا لي برضه بعد هذه الصور الست التي قساها المسيح قبل أن يصل إلى الصليب. ست صور قدمتهم لحضرتك. بعد الصور الستة دي اللي المسيح احتملهم واجتاز فيهم بنجاح علشان يوصل للصليب ده مش برضه يعلي قيمتي ويغلي ثمني. أيوة. ويخلي قيمتي من قيمة ما دفع ويخلي قيمتي من قيمة من دفع ما دفع الثمن ومن دفع المسيح مش برضه يخلي لي دائمة ان انا ما اختارش اخويا لو سمحت. أيوة. المركز هيروح. كونك قائد هيروح. اسف في تعبير كونك راعي هينتهي يوم من الايام. كونك مسؤول في وقت من الاوقات ممكن تتغير. على فكره لا توجد رئاسات تبقى ولا توجد مناصب تستمر. عشان كده حذار في المحبة
علشان خاطر اسم المسيح. اوعى تخسر اخوك بسبب ما قدمه المسيح قبل ان يصل الى الصليب. الله، ايه الجمال اللي الله ابدع ان يوضح الغلاوه بالصوره دي. انا اختزلت الست دول، وانا اختزلت اختزلت ما بين السطور. يعني كل نقطه من دول تحتاج لحلقه خاصه تقدم بصفه خاصه لخدمه كل صوره من دول تحتاج حلقه خاصه. لكن انا حاولت اختزل علشان وقت البرنامج، انا برضو عاوز اقدم الموضوع بتاعي موضوع متكامل. صح. لكن هذه المده المجهوله في وعظنا، أيوة. مده لا نقدمها للناس. تمام. مده على فكره ان قدمت تقدم، ان قدمناها يعني بنقدمها ايه كجزء من العظه. تمام. لكن ما قدمناهاش للناس كجزء خاص يقدر يفهمه انه مش بس الالم الم الصليب. قبل ان يصل الى الم الصليب اجتاز الاما معنويه ونفسيه قبل ان يصل الى الام الصليب. يعني الله يتكلم معايا. تمام. ولو لم يجتاز هذه الالام، لو لم يجتاز هذه المصاعب، ما كان ممكنا ان يصل الى الصليب. يبقى انا غالي جدا، وغالي جدا، وجدا هللويا، وغالي جدا جدا جدا. عشان كده ما ينفعش انك تخسرني. تمام. وما ينفعش اني اخسرك بسبب ما عناها السيد لاجلي حتى يصل الى الصليب. روعه. انا في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي يا ابونا عايز يعني في ذهني مشاهد نفسه توصل له رساله في الدايره دي، ان في اعداد كبيره جدا مش بتبقى مدركه غلاوه نفسها، انه بيفكر ينهي نفسه بسبب انه شاعر انه رخيص مش غالي. توصل ايه لمشاهد قبل ما نسمع ترنيمه لشخص شعر انه مش مرغوب بعد الغلاوه الروعه دي؟ طيب، الاول انا بوجه نداء للكارزين في مصر. ايوه. احنا اتحطينا في صندوق مش عارفين نطلع منه، لكن خلونا نكسر الصندوق الصندوق ده ونطلع. اوكي، انا اؤمن انك لما تقول يسوع يحبك ده كلام صحيح. تمام. بس مع تقدير لحضراتكم ككارزين وقاده كرازه، اصبحنا في نظام سيستم معين مش عارفين نطلع منه. خليني ادي نموذج. فكرنا في يوم من الايام، طبعا تصديقا لكلامك. ايوه. فكرنا في يوم من الايام نقول للخاطي انه المحبة التي احب بها المسيح او احب بها الله مش بس معلنة في الصليب. طب وصلت للخاطي ان محبوب على قلب الله حتى قبل الازل، وده انا هحكي فيه دلوقتي بعد شوية. اتخيل لما تحكي لي وتقول لي انك، اوعى تفتكر انك مش مقبول، انت محبوب. نعم. جدا على قلب الله قبل الازل، قبل تأسيس العالم، في التاريخ القديم، في التاريخ الحديث، وإلى أن يأتي الرب. شكرا. ساعتها هشعر بغلاوتي. أيوه. هشعر أن أنا غالي. وبص يا حبيبي، فضل. أنا بعتبر أن هنا ورايا صليب. آه. من فضلك شاور عليه كده لو سمحت. شاور عليه بإيدك، ما تخافش. شاور عليه بإيدك. أشاور. وقول أن الصورة اللي ورايا دي هي الصورة وهشرحها. آه. هي الصورة المرئية لما كان في قلب الله قبل الأزل. يا الصورة دي هي الصورة المرئية لما كان في قلب الله قبل الأزل. أشرح يعني إيه؟ يعني الصورة دي كانت في قلب الله الآب إنه يموت الابن على الصليب. أنا ما شفتش ده، لكن تم في ملء الزمان لما جاء المسيح إلى أرضنا. لما يدرك الخاطئ القضية دي، اسمح لي، انا متاكد ان قلبه هيدوب. ايوه. انا درست الجزء ده في خدمه ميراث الامم، ويعني عالميا درستها في 12 حلقه، كان لها صدى غير عادي. يعني قصه الصليب والمحبه العجيبه الغريبه الرهيبه اللي حصلت على الصليب دي كانت في قلب الله الآن قبل الازل. قبل الازل هنشوف الكلام ده، بس انا عايز الاول انا نفسي اسمع
انا نفسي اسمع الاخ فايز. ربي يبارك. انا بسمعك صدقني يا ابني، بتبارك جدا حبيبي يا ابونا، بتبارك حبيبي سواء هنا او يعني عبر الشاشات. حبيبي يا ابونا اتفضل، وده وقتك حبيبي، حافظ عليه. تحضرني تمنيمة يمكن انا وشنودة ما اتكلمناش عنها قبل الحلقة. بتقول كده: لا فضة ولا ذهب مدفوع انا فيا. ايوه، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. انا غالي رغم وحشتي، بس انا غالي لان التمن اللي اتدفع فيا تمن غالي. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، عبد وتمني وصل فلس ولا شاري فصل، عبد وتمني وصل فلس ولا شاري فصل، بس هو اشتراني، بس يسوع اشتراني. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. أنا تراب وتعجن بس بقالي التمن، أنا تراب وتعجن بس بقالي التمن، لما هو اشتراني، لما يسوع اشتراني. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده دم فدية. أنا الطين واتصنع وغلت لما دفع، أنا الطين واتصنع وغلت لما دفع، التمن واشتراني، التمن واشتراني. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. أنا كنزي ما يتوصف مع إني من خزف، أنا كنزي ما يتوصف مع إني من خزف، أصل بدم اشتراني، أصل يسوع اشتراني. فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. أنا كنت المصدرة لكن بيا أشكرك، أنا كنت المصدرة لكن بيا ارتضى، وقبلني واشتراني، يسوع اشتراني. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا فيا، ده الدم اللي انسكب، ده دم فدية. لا فضة ولا ذهب مدفوع أنا
سكب ده دم فادي. يا رب يباركك اخفايز، بارك الترنيمات الروعه، لا فضه ولا ذهب مدفوع انا فيا، ده الدم اللي انسكب ده دم فاديه. يوم ما يجي ابليس يرخصك قدام نفسك، او الناس ترخصك قدام نفسك، او يقللوا من قيمتك، علي صوتك على الظروف، وعلي صوتك على رؤيه ابليس اللي حطها في ذهنك، وقول انا ثمني غالي بل اغلى ثمن، وحتى لو انا رخصت في عين نفسي هو جه وغلاني، فما عدتش اشوف نفسي رخيص ابدا، بل بالعكس احنا تعودنا نسمع زمان ان اي حاجه رخيصه ضحي بيها علشان الغالي، فالغالي يتشال. لكن اللي عمله المسيح على الصليب عكس منظومه ونظره الناس، الغالي ضحى بنفسه من اجل الرخيص، فاصبح الرخيص غالي. فانت غالي وتمنك غالي واخوك غالي مهما كان رؤيتك ليه، وما ينفعش تخسره. وعنوان حلقتنا ما ينفعش اخسرك. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف ليه ما ينفعش اخسرك. يا جناب الفاضل، بصراحه الحاجات الرائعه دي اللي حضرتك قلتها، الست صور اللي بيوضحوا غلاوتي بالرغم من ان دول بعيد عن الصليب، ودي كانت بالنسبة لي أنا كمستمع مفاجأة للأمانة، وعرفت إني أنا ما ينفعش أخسر أخويا علشان تمنه غالي. فأكيد اللي غلى أخويا شخص غالي، فأنا عايز أعرف بقى إيه الغالي، إيه الغالي اللي غلى أخويا علشان أقدر أستمر وأكون بحبه ما ينفعش أخسر. طيب قبل بس يعني اسمح لي قبل ما أجاوب على السؤال ده، اتفضل، عايز أقول واحد عطى ابنه ساعة فقال له روح وديها للساعاتي يشتريها. الأول قال له وديها للراجل بتاع الحاجات القديمة. فقال له دي تمنها 50 جنيه. وديها للساعاتي قال له لا دي تجيب 500. تمام. وديها للراجل بتاع التحفيات قال له دي تجيب 5000. وداها للراجل بتاع الآثار قالوا دي ما تقدرش، كل واحد بيشوفها بنظرته. قالوا ليه؟ قالوا ليه لا تقدر؟ قال له الساعة أثرية ليها جذور، فيقدر قيمة العمل بالجذور السبع. فأنا ختمت كلامي مع حضرتك في آخر سؤال، قلت لحضرتك انه انا بفترض هنا انه في ورايا صليب. تمام. وقلت لحضرتك والاخوه المشاهدين ان منظر الصليب ده كان في فكره الله، هو الآن الصوره اللي كانت في ذهن وقلب الله قبل الازل وتمت في المسيح يسوع. تمام. ده معناه ان في جذور للحب. انا غالي، انا غالي لانه جذور للغلاوه. الثمن ده له جذور. يعني ثمن الفداء ده له جذور. خلي بال حضرتك، الفداء لم يعلن فقط في زمن الملء او زمن مجيء المسيح، لكن خلينا نقول شويه تواريخ ودي مهمه. تمام. الحب ده اللي احبني بيه وخلاني قيمه وما ينفعش ان حضرتك تخسرني، ده كان قبل الازل. يعني كان في جذور اللي يخليني اتمسك باخويا وما ينفعش اخسره. شوف اخوك، بص العائلات الملوكيه مرات بتعمل شجره العيله. يقول الملك فلان ابن الملك فلان ابن، وحتما تنتهي الشجره. تمام. يعني في جد سابع او ثامن بعده ما فيش تاني جدود. انا لما ادور في جذوري، هللويا، جذوري تخطت الزمن. نعم. وخرجت خارج دائرة الزمن. هللويا. جذور إيماني تخطت فكرة تأسيس العالم. جذوري تخطت الأزل. وصلت إلى قبل الأزل، وعندي كتابيا ما يؤكد هذا. لما الكتاب بيتكلم في عبرانيين 9:13 يقول لأنه كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة يرش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. فكم بالحري يكون دم المسيح
الذي بروح أزلي. بروح أزلي. تاني. بروح أزلي. بروح أزلي. كمشاهد من فضلك قولها معايا. بروح أزلي. قدم نفسه لله بلا عيب. فأب هللويا. 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 نعم. قبل أن يقدم نفسه على الصليب. ورأيناه في الجلجسة. هللويا. كتابيا بحسب كلمة الله. قبل الأزل. قدم نفسه لله بلا عيب. شكرا. فإذا قلت لحضرتك ما ينفعش تخسرني لأنه التمن اللي دافع فيه مش تمن تم في عرض الزمن. ده تمن ليه الجذور. مش سنة 33 ميلادية. طبعا التواريخ تختلف هنا بحسب ميلاد المسيح، ده مش موضوعنا. لكن مش هو ده التمن اللي دافع فيه سنة 33 ميلادية. لا، خلي بالك من الجزئية دي. بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. خلينا أقولها تاني لحضرتك وقول للمشاهدين. قبل أن يقدم المسيح على الصليب سنة 33 ميلادية، قدم نفسه لله قبل الأزل إعلانا عن قبوله هذا العمل الذي تم في ملء الزمان. ده مجد يا أخويا. إحنا محظوظين جدا، إحنا محظوظين بيسوع المسيح. يبقى أنا خلي بالك ما بدأتش، يعني أنا ببدأ تنازليا، خدت قبل الأزل، لكن كمان هذا الحب اللي خلاني غالي وما ينفعش إنك تخسرني قبل تأسيس العالم. الكلام ده كتابيا موجود. نعم، بطرس الأولى 1:18 عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم. أيوه. وخلي بالك الكلمة كريم هنا مش عارف في حتة، يعني أنا مش عايز أدخل فيها. يتغير معنى الكلمة بحسب ورودها في النص. يعني كلمة كريم دي عندنا يعني سخي. أيوه. لكن لما تذكر هنا بدم كريم بلا يعني بدم غالي. لا، غالي، ثمين. 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 كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. ولحد كده نقف لو سمحت. انا كده بتكلم على قبل الازل. لكن من روعه الروح القدس ومن مجد العطاء الالهي في الوحي ينقلني في لحظه واحده من تأسيس العالم للعالم الحاضر. وراها مباشرة يقول ولكن الآن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. يبقى لحد قبل تأسيس العالم أنا بتكلم على زمن ماضي. يعني أنت كده كل الشرح اللي بتشرحه ده مش بتشرح لي عمل الصليب اللي أنا سألته وعايزك توضحه لي. أنت لسه بتوضح لي جذور الغلاوة قبل الأزل. وكان لازم. يعني كان لازم الغلاوة دي يبقى ليها جذور قبل الأزل؟ كيف، شوف، كيف تعمق الحب في شخص؟ كيف تعمق الحب في شخص؟ قول لي كده. إن لم يكن هذا الحب له أعماق وجذور متأصلة جواك، شجرة الحب جواك كبيرة. أيوه. وليها جذور في تربة القلب. ما أقدرش أوصلك لده. ما أقدرش. فما بالك، ما بالك بذلك العظيم الغير محدود. ما بالك. نعم. بذلك الغير محدود. عشان كده علشان اوصل لاخويا المؤمن انه ما ينفعش يخسرني لازم اعلمه الدرس ده. ايه هو؟ ان المحبه دي اللي كانت في قلب الله الاب اللي وصلته للصليب لم تتم فقط على الصليب هنا. لكن قبل الازل معروفه، قبل تاسيس العالم ايضا معروفه، قبل التاريخ. ولما اقول قبل التاريخ خليني احط لها تعريف. قبل الازل وقبل تاسيس العالم وقبل التاريخ. يعني ايه قبل التاريخ؟ يعني في الوقت اللي كان ادم وحواء موجودين فيه في الجنه يحسب التاريخ من لحظه طرد ادم، يحسب التاريخ من لحظه طرد ادم خارج الجنه، ده يحسب التاريخ. وده لما نيجي نتكلم عنه بنقول قبل الميلاد. تمام. قبل الميلاد. الغش ممنوع.
أنا شايفك هنا كنترول ماشي، وأنا المراقب. عشان كده الرب قال إيه في تكوين ثلاثة؟ قال وضع عداوة بينك وبين المرأة. فكرنا في نفسنا إن صارت عداوة بسبب السقطة الأولى، جاء المسيح واحتمل هذه العداوة علشان يطلعني منها، وأنت جاي تخسرني. وضعوا عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. وخلي بالك نسلك هنا يقصد نسل ليس الأنسال، ويقصد هنا الرب يسوع المسيح. لما ندخل على التاريخ في العهد القديم 11 مرة في سفر التكوين واللاويين والتثنية الرب يوصل أخ بأخوه، وفي العهد الجديد 5 مرات الرب يوصل أخ بأخوه. يبقى ما تجيش دلوقتي بقى تقول لي انا عايز اخسرك، ما ينفعش. ليه؟ لان الثمن كبير خالص. الثمن اللي دافع فيا اساسا ليس حديث ومش تم في عرض زمن، لكن له الجذور. وبرضه اسمعك. اتفضل. انا بعتذر يا اخي. لا خالص. انا لسه عايز اسمع الاخ فايز. ما الرب ادهالي كنت بتكلم فيها عن حب الله وحب الناس. ما ينفعش يا ابونا نقارن حب ربنا بينا لينا بحبنا نحو بعض. أيوة. حبنا محدود وقصير ومشروط. لكن حب ربنا لينا ليه كل المجد. حبنا حب بلا نهاية وبلا حدود. وقت لما أكون ضعيف لما أكون ضعيف ألاقيك تجيني تقويني، تاخد بإيدي فوق كل ضعف، تيجي يا سيدي تعزيني. وقت لما أكون ضعيف ألاقيك تجيني تقويني، تاخد بإيدي في كل ضعف، تيجي يا سيدي تعزيني. حبك لي مالوش مثيل، حبك لي أعظم حب. ولو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب. حبك لي مالوش مثيل، حبك ليا أعظم حب. لو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب، مش هيكون زيك يا رب. وقت لما يجي عدوي ويشككني في الوعود، أجري بسرعة أشوف ماضي مليان إحسان ملهوش حدود. وقت لما يجي عدوي ويشككني في الوعود، أجري بسرعة أشوف ماضي مليان إحسان ملهوش حدود. حبك لي مالوش مثيل، حبك ليا أعظم حب. ولو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب. حبك ليا مالوش مثيل، حبك ليا أعظم حب. لو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب، مش هيكون زيك يا رب. وقت لما الذات بتعلى جوا قلبي بكبرياء، أبص ألاقي ما
ملك وإله بتضاع وجهم السماء وقت لما الذات بتعلى جوا قلبي بكبرياء أبص ألاقي ملك وإله بتضاع وجهم السماء حبك ليا مالوش مثيل حبك ليا أعظم حب ولو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب حبك ليا مالوش مثيل حبك ليا أعظم حب لو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب مش هيكون زيك يا رب وقت لما أضل عنك وابعد يا ابويا واسيب ايدي ولما أصرخ وحن تاني ألاقيك تشيلني على منكبي وقت لما أضل عنك وابعد يا ابويا واسيب ايدي ولما أصرخ وحن تاني ألاقيك تشيلني على منكبي حبك ليا مالوش مثيل حبك ليا أعظم حب لو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب حبك ليا مالوش مثيل حبك ليا أعظم حب لو في حب بين الناس مش هيكون زيك يا رب مش هيكون زيك يا رب حبك ليا ملهوش مثيل اخواتي المشاهدين تعالوا النهارده نتحرر من اراء حب الناس لينا وتمسكنا بارائهم ونروح للي عنده حب ملهوش مثيل تعالوا النهارده اللي اثر قلبي في الترنيمه الرائعه اللي الرب اداها للاخ فايز ان يوم ما ضل الناس تبعد عني يوم ما ضل او اضعف او يحصل لي ظروف ممكن محبه الناس ليا تقل لكن في واحد مستنيك بعد الضلال مستنيك بعد التوهان مستنيك بعد البعد مستنيك في اسوأ حالاتك ويوم ما يجي لك علشان ياخدك مش هيقول لك انا قبلتك وخلاص لكن هيوضح غلاوتك عنده انه هيرفعك على منكبيه لما الاب يحب يدلع ابنه الصغير يحطه فوق اكتافه فالنهارده مهما ضليت الرب جاب لك بضلالك ويوم ما هتيجي هيحطك فوق الاكتاف تعالوا نكمل مع بعض رساله رائعه بعنوان ما ينفعش اخسرك الكلام الرائع اللي الرب مديهولك جناب الفاضل عايز اسال سؤال من خلال السؤال اللي جابله السؤال اللي جابله انت وضحت للغلاوه جذور أزلية قبل الحب الغالي اللي ظهر بشكل واضح جدا اللي بناء على الغلاوة الأخوية دي ما ينفعش أخسر أخويا لأن تمنه غالي وعرفنا أن غلاوته ليها جذور مين اللي غلاه ده؟ اللي غلاه ده عايز أعرف أنا إزاي غلاه بصورة تخليني ما ينفعش أخسره قبل ما ندخل الحلقة كنت بشرح الجزئية دي بمثال من واقعنا فقلت المعركة فيها رتب عسكرية كتير صح فيها الجندي فيها العريف فيها الرقيب فيها الرقيب أول فيها الملازم وهكذا تتدرج المناصب كتير قوي يعني يموت جندي في المعركة ولا حتى اسمه يذكر على صفحة من صفحات الجرائد مات الدولة بتتخذ الإجراءات الرسمية فيما يختص بأهله تمام لكن لما يموت في أرض المعركة رتبة كبيرة بتهتز الدنيا
وتتعمل جنازة عسكرية، ويمكن يحضرها سيادة الرئيس، وده شيء من الواجب انه بيحصل. او في السيستم العسكري كده. الراجل ده كان بيقدم نفسه لاجل بلده، فقدم تمن، ولما قدم تمن مات. لما نعمل مقارنة بين الجندي وبين الرتبة الكبيرة نلاقي فرق، فرق كبير. تمام. فيعظم، وهشرحها، ايوه، يعظم الثمن بعظمة قيمة من قدم الثمن. تاني، يعني كل ما اللي قدم الثمن كان غالي وعالي، كل ما كان الثمن اللي قدمه غالي وعالي. مش كده يا اخويا؟ صح. اشرح لنا كده يعني برأيك انت. بعدك انت يا ابو. لا اتفضل. ما هو احنا كنا بنرنم ترنيمة لا فضة ولا ذهب مدفوع انا فيا. تمام. كون اني اقول عن نفسي ان انا غالي، غالي لان قيمة اللي اتدفع فيا غالية، مش تمام. غالي لان انا كويس. تمام. لان كون الدم اللي اتدفع فيا غالي، فبقيت انا كمان غالي. غالي. تمام. ارتفعت قيمتي بسبب اللي اتدفع فيا. تمام. يعني يقدر الثمن بقيمة من دفع الثمن. تاني. يقدر كده سهلة. انا نفسي اقولها للمشاهد. قولها. يعني الثمن، الثمن يتقدر الغالي للغالي بقيمة الشخص اللي دفع الثمن. صح. ولا شخص اللي دفع الثمن ده، عايز اقول شوية لمحات عنه. قول كل اللمحات. تدوب وانت بتقرا رؤية خمسة. وتشوف المسيح في مكانين. المكان الأول في وسط العرش، والمكان الثاني أمام العرش، والمهم إن الاثنين في فقرة واحدة. تمام. يقابلهم منظرين. المنظر الأول لما قال الرب لشيخ من الشيوخ أو ملاك، قال له لا تبكي، هو ده قد غلب الأسد. حضرتك لما تقول لي خلي بالك وراك أسد، لما بص ورايا ألاقي أسد، لكن ده لما بص ما ملقاش أسد، لقى خروف قائم كأنه مذبوح. فلما نيجي نحط الصورتين مع بعض، الأسد هو الملك الجالس على العرش. نعم. الذي دعي ملك الملوك ورب العالمين. عد على ايدك بقى، ده احنا قدامنا وقت طويل عشان نعد. ملك الملوك ورب الأرباب، رب الأرباب، رئيس ملوك الأرض، رئيس جند الرب، رئيس الإيمان، رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الرعاة الأعظم، رئيس الحياة. شكرا. هو ده. أيوة. اللي تقدم مكاني وبدالي على الصليب. هو شكرا. ده فدائل مش شخص عادي. يعني في يوحنا واحد تقرأ واحد واحد، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة، والكلمة كان عند الله. ونفسي كان الوقت يطول عشان أشرح كلمة كان وعند. هذه كلمات مفردة محتاجة شرح، لكنها دي تحمل مفردات لاهوتية خطيرة غاية في الأهمية. لما تنزل عدد 14 يقول والكلمة صار جسدا. صار هنا لا تفيد التحول، لكن جت بمعنى والكلمة اتخذ جسدا وخيم بيننا. ودي مأخوذة من فكرة خيمة الاجتماع. أيوة. اللي كان في البلية، اللي الرب طلب انه يصنعها الشعب عشان يسكن في وسطه. ده اللي خلى بولس يقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله. هو ده، هو ده اللي مات، ده الابن اللي قال عنه الكتاب في يوحنا 3:16 وفي يوحنا الاولى 4:9، الابن الوحيد. خلي بالك من الآية الجميلة دي اللي توريني مين اللي مات علشاني، علشان اعرف ان انا مقدر وثمني غالي جدا. اخويا عشان خاطر المسيح، من فضلك ما ينفعش انك تخسرني، وما ينفعش انك تخسر اخوك. اقولها تاني، يا شعب الرب، يا اخوة، يا مسؤولين، المراكز هتروح، والفلوس هتنتهي، والمناصب، المناصب كلها بما فيها العالم سيحترق ويذوب عشان خاطر ربنا. اوعى تخسرني، وصلي لي كمان تحت اي ظرف ان ما اخسركش. صعب. ان تعرف لما بتخسرني ده معناه ايه؟ انت دراع وانا رجل، انت عين وانا ايد، انت اذن
وانا فم. تعرف لما بتخسرني بتخسر جزء من العضو الكامل، جسد المسيح الكامل. يا شعب الرب في كل مكان، اقول الان لبلادنا وخارج بلادنا، ما اتحدث فيه الان في هذه القاعه، في هذا الاستوديو، في قناه الكرمة، اقول انه امرا ضروريا حتميا وامرا خطيرا لو لم ينفذ حسب المكتوب. ايه جميله قوي في تيموثاوس الاولى 6:15 مرهبه. يقول الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الارباب. تعرف زي بيتكلم عن مين؟ عن الابن المبارك المسيح يسوع. تاني العزيز المبارك. كلمه العزيز هنا برضه هرجع واقول لحضرتك ان الكلمه يتغير معناها في داخل الايه بحسب سياق الايه. هنا جت بمعنى الغالي المحبوب ملك الملوك رب الارباب. تحتيها مباشره في افسس 1:6 المحبوب. المحبوب لدي من؟ لدى الله الاب. يعني وكانه بيقول انه اغلى شخص عنده، ودي هتكلم فيها في النقطه الاخيره. اتمنى يتسع الوقت يا رب. احنا قدامنا يعني 27 دقيقة. انا معايا اتمنى يا رب باسم يسوع يتسع الوقت. ربنا يبارك في 27 دقيقة. عارف ليه يا اخي يوسف؟ عارف ليه يا اخي فايز؟ لان النقطة الأخيرة اللي هتكلم فيها نقطة مجهولة جدا ومحدش بيجيب سيرة الله الآب خالص في عملية الفداء. إنجاز التعبير، وأرجو أن تسامحوني والمشاهد يسامحني، الله الآب بالنسبة لينا حتى في وعظنا مجهول، مالوش مكان. مع انه لاحظ حاجة، كل العطايا من الله الآب أعطيت لي في المسيح يسوع دعم التنفيذ بالروح القدس. تاني كل العطايا من الله، يعني لما يقول لأنه هكذا حب الله. الله مين هنا؟ الله الآب. حتى بذل ابنه الوحيد. أدي الآب اللي أحبه. تنفيذ الحب كان في المسيح. تدعيم الحب عشان استكمل المسيرة كان من خلال الروح القدس. وحضرتك تقدر ترجع لأفسس 1 خلال الكلام اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. فالمحبوب، أنا اتكلمت الأول أنه الحمل المذبوح وهو الأسد الغالب المحبوب. عارف كم مرة أعلن الابن الآب عن سروره بالابن؟ مرتين. والرسول بطرس استشهد بالحكاية دي لما كنا معه في الجبل أو في الجبل أو في المجد الأسنى مرتين. المرة الأولى بالضبط، المرة الأولى في معمودية المسيح، والمرة الثانية يا أخي فايز في التجلي. بس الفرق بين الآيتين، في المعمودية قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. المرة الثانية قال نفس الآية فقال له اسمعوا. فاللي مات علشاني ده، آسف، مش حاجة مهملة، في مش ملاك يعني، ولا هو رتبة ملائكية زي ميخائيل أو جبرائيل، ولا هو زي الحيوانات الأربعة المتجسدين، ولا هو السيرافيم، ولا هو الكاروبيم، يعني لا صاروخ ولا كروب، لكن ده اللي مات علشاني الأسد، الخروف المذبوح، الابن المحبوب، موضوع مسرة الله، الابن الحبيب اللي قال عنه بطرس الرسول في بطرس الثانية 1:17 لأنه أخذ من الآب كرامة ومجدا. ده اللي مات علشاني. أخذ من الآب كرامة ومجدا. كرامة ومجدا. تاني أنا نفسي أقولها، أخذ من الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوتا كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. الابن الحبيب. الأمر الثاني المهم أوي جدا، ان لولا هذا الابن الوسيط، لولا ده، على فكره انا وحضرتك كما كل العالم ليس له قبول. وبالمناسبه ما دام جينا عند الجزئيه دي، ارجو ان نفرق في كلمه الله ما بين الوساطه والشفاعه. يعني حتى في ترانيم عندنا كتير محتاجه شويه
تتظبط في الجزئية دي في موضوع الوساطة والشفاعة. يعني بالظبط كده زي ما قال أخويا فايز، ما تصلحش تبقى شفيع الناس دي كتابيا. كتابيا يعني. طب ينفع مش في حاجة مختصرة كده توضح لي ايه الفرق بين الشفاعة والوساطة علشان المشاهد يعرف يعني ايه الفرق؟ بنعمة ربنا الكتاب لما اتكلم عن الوسيط قال لأن يوجد لنا إله واحد ووسيط، إنسان واحد إله يسوع المسيح الإنسان وسيط. ما قالش بين الله والكنيسة، بين الله والناس. قال بين الله والناس. الوساطة تشمل الجميع، بين الله والناس. تمام. يعني وأنا خاطي وجيت للرب، اللي توسط لي، اللي توسط لي، اللي توسط لي أمام الله الآب هو. شكرا، شكرا لك المجد. ولو ما كانش توسط لي لا أنا ولا أنت يبقى لينا قبول. انسى يا أخي، اقبلني عشان اللي توسط لي، ما تخسرنيش عشان اللي توسط لي. بلاش تعمل كرامة لي أنا، اعملها عشان اللي توسط لي. أنا عايز أقول الكلام ده لعزيزي المشاهد، من فضلك إذا كنت عايز تقبلني ما تخسرنيش، مش علشاني، لكن ما تخسرنيش علشان اللي توسط لي. على فكرة أنا بقول الكلام ده يعني أقول هذا بملء القلب، الله شاهد على صدق ما أقول. أنا مش عايز أقول أنا بشعر، الشعور متغيرة، الشعور متغير، لكن أنا ملآن الآن أن مجد الله هنا في الأستوديو. نعم. وأن هناك سحابة مجد ثقيلة جدا تغطي المكان. شكرا للرب. يعني أشعر، يعني أرى أو أحس جوايا أو موقن تمام اليقين أن مجد الله يملأ المكان. نعم. وإلا ما كانش قلبي جوه. وأنا بقول لحضرتك، يعني أنا مش بعتبر نفسي بسجل على فكرة، بس أنا بقول لحضرتك وأنا بقول اللي توسط لي، صدقني يا ابني أمام الله قلبي جوه بيدوب، بحس إن كل كياني جوه بيدوب. نعم. يا رب اديني نعمة أسامح حتى المسيء عشان خاطر اللي توسط لي، عشان خاطر اللي عمل نفسه. وخلي بالك، أيوة، اللي عمل نفسه وسيط ده، ايوه، تقبل هذا، ان يصرخ على الصليب ويقول للاب الهي الهي لماذا، الذي توسط لي لكي يقبلني الله الاب، احتجب يوما ما وجه الاب عنه على الصليب. عشان كده انا ما ينفعش اخسرك. ايوه، ما ينفعش اخسرك، ان ما كانش علشانك لكن علشان اللي توسط. من فضلك عزيزي المشاهد، ما تعمليش انا قيمه. انا عارف ان انا وحش، وعارف ان انا معاك في الاجتماع منغص عشتك، انا عارف، وعارف ان انا انتهازي وراكب على كتفك، وعارف ان انا عاوز اوصل على حسابك، وعارف ان انا عاوز اهدي لك اجتماعك، وعارف ان انا مش عاوزك تنجح، لكن عشان خاطر المسيح ما تخسرنيش، عشان خاطر اللي توسط لي أمام الله الآب علشان يقبلني. كل ده يعني ده اللي دفع. عشان كده قال عن الكتاب لأجل هذا هو وسيط عهد جديد. أيوه. لكي يكون المدعوون إذا صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول. هنا على فكرة بيتكلم عن عمل المسيح في العهد القديم، مش بس في العهد الجديد. لكن مرة تانية يقول إلى وسيط العهد الجديد يسوع. تمام. وإلى دم يتكلم، دم رشة يتكلم أفضل من دم هابيل. أختم بالجزئية دي، إنه مش بس الوسيط العادي، ده وسيط العهد مش الأفضل بس، ده وسيط العهد الأعظم. شكرا. تعرف إن إحنا بنعيش دلوقتي عهد اسمه العهد الأعظم. تمام. عهد النعمة ليس عهدا عظيما، ولكنه العهد الأعظم. شكرا. عبرانيين 8:6. أيوة. ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل في الأبدية كشفيع بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت. أيوة. على موعد أفضل.
انا المواعيد اللي بالنسبه لي عارفها، ما دام قبلت الوسيط الاعظم اؤمن اني اغمض عيني هنا وعندي رجاء تثبت على ذلك الموت العظيم الذي مات المسيح لكي ما يجعل لي عهد اعظم، اؤمن هذا الايمان ان انا اغمض عيني هنا هفتح عيني عليه هناك في الابديه. نعم. فالخص كلامي عشان اسيب الفرصه لاخويا يرنم وهختم بالجزئيه اللي جايه، انه قدامنا 18 دقيقه بنعمه الله، بنعمه ربنا، انه الثمن يقدر بقيمه من اعطى. تمام. تاني، الثمن يقدر بقيمه من اعطى. اقولها للمشاهد، الثمن يقدر بقيمه من اعطى، على قدر ما تقدر قيمه المسيح، على قدر ما تقدم ثمنه، على قدر ما يكون عندك اصرار انك ما تخسرش اخوك. شكرا للرب. تفضل يا اخ فايز. تفضل يا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآسم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآسم متمرد. كشاة تصاق للذبح لم تفتح فاك، نعجة صامتة اقتدوك للصلب هناك، كشاة تصاق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتدوك للصلب هناك. في الجلجسة فوق الصليب في الجلجسة لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك، لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك، ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك، بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك، ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك، بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك، ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشاة تصاق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة اقتدوك
للصلب هناك كشاة تصاق، للذبح لم تفتح فاك كنعجة تدوك، للصلب هناك في الجلجسة في الجلجسة فوق الصليب في الجلجسة. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج، صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج، صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكرباج. حاكموك عيروك حملوك صليب العار، بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. حاكموك عيروك حملوك صليب العار، بين لصوص أيها القدوس البار. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد كشاة تصاق، للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك، للصلب هناك كشاة تصاق، للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك، للصلب هناك في الجلجسة في الجلجسة فوق الصليب في الجلجسة. ربي يباركك اخ فايز ويبارك روعة اختيارك للترانيم الكتابية اللي واضح صوت الرب فيها بشدة. قدامنا حوالي 8 دقايق ويكون الوقت خلص. نفسي أسألك سؤال أخير وبعد كده أسيبك تكون بتلم الموضوع من اللي حضرتك بتوضحه. فهمت أن غلاوة الإنسان غالية جدا لدرجة أنها كلفت الله الآب حاجات كتيرة، لدرجة أن أنا فهمت أن ليه أنا أصمم ما أخسرش أخوي. هو الفكر المتداول يعني اللي يعني بنوعظ بيه انه مستبعدين تماما فكر الله الاب في عمل الفداء. على فكره الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس، الثلاثه اشتركوا في عمل الفداء. تمام. والثلاثه بيشتركوا في امر الخلاص. تمام. لكن اللي انا عايز يعني اوضحه للعزيز المشاهد انه الله الآب قدم ثمن زي ما الله الابن قدم ثمن. خليني أبسط ده في جزئية واحدة وهقول بعض الآيات الكتابية في وقت بسيط. تمام. ابني بيتذبح قدامي عشان خاطر حد تاني وأنا واقف أتفرج، ومش بس بتفرج، أنا واقف أتفرج وراضين اللي بيحصل. أنا لما أقول راضين اللي بيحصل ده تعبير له جذور كتابية موجود في كلمة ربنا. تمام. يعني لما يتكلم الكتاب في إشعياء 53 لما يقول الكتاب أما الرب فسر، أنا لا أعرف أي سرور في السحق. أنت بتطحني يعني بتخليني بودر، بتعملني بودرة بالحزن، وعلشان مين؟ عايز اقدم حته بتحيرني. ايوه علشان مين بقى؟
دي بتحيرني. في يوحنا 3:16 شوف احنا بنقولها يعني وقلناها كتير، لكن انا مره وزنتها، ادي العالم في كفه وادي الابن في كفه. تمام. يا اما يموت الابن وينجو العالم، او ما يموتش والعالم لا ينجو. كنت اتصور انه للعلاقه الشديده بين الاب والابن يضحي بالعالم، يا ما يضحي بالعالم، صح. لكن هللويا تسامح حبه، هللويا شكرا للرب. لما كفت العالم تطب ويموت الابن اللي قال عنه الكتاب الذي لم يشفق على ابنه، وهنتناول دي في اخر ايه. تمام. اول حاجه هنا جعل نفسه ذبيحه اثم. حاجه تانية بيقول عنه الكتاب الذي لم يعرف خطيه، الذي لم يعرف خطيه حصل انه جعل خطيه. كلمه خطيه يعني ذبيحه خطيه، يبقى قدم ذبيحه اثم. وعلى فكره يعوزني الوقت عشان اشرح كلمه اثم دي. كلمه اثم لوحدها دي مصيبه، وكلمه خطيه دي مصيبه، لكن علشاني الله لا يتحمل يعمل ده. تخيل اخ يوسف، تخيل لما يقول الكتاب في الرسول بطرس لما يقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسدي على الخشب، تخيل المسيح على الصليب حامل كل خطايا العالم، ويعني اشوف بانواعها بما هو خفي ومعلن وما هو معلن. تمام. انجاز التعبير، اسف انا اسف لحضرتك، اسف للساده المشاهدين، بكل مستوى قذارتها ودنسها حملها المسيح. حسب المسيح امام الله الاب هكذا، مع انه لم يكن هكذا. شكرا. حسب اثيما وهو لم يكن هكذا، حسب خاطئا وهو لم يكن هكذا، حمل خطاياي وهو لم يكن هكذا. عشان كده الله الاب له دور في الامر. تمام. اذا كان الابن قدم نفسه، في رومية 3:25 الله قدمه، الله الاب، الله الاب الذي قدمه الله كفارة. يعني مش بس هو قدم نفسه، ده كمان الله الاب قدمه، مش كده كمان؟ وارسل ابنه كفارة لخطايان. الكتاب قال عنه اسلم. الكلمة اسلم هنا جاءت فعل مبني للمجهول. تمام. مرجعها لله الاب. يعني الله الاب اللي اسلمه من اجل خطايانا، وده الكلام اللي قاله الرسول بطرس، مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. لكن الآية اللي عاوز أختم بها كلامي اللي بتقول الذي لم يشفق، رومية 8:32، الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين. حلفة وجهي وأقول للمشاهد ركز معايا، لم يشفق على ابنه مع أنه يوم من الأيام أشفق على لوط البار المغلوب لما توانى أمسك الملكان بيه عشان يخرجوه لشفقة الرب عليه. في كلمة رب أخبار الأيام الثانية 36:15 أشفق على شعبه، أشفق على المسكين والبائس. طب نينة والمدينة العظيمة اللي مليانة شر، لما يونان زعل على اليقطينة قال له أنت زعلت على اليقطينة اللي أنت ما زرعتهاش، مش عاوزني أنا أشفق على هذا الشعب الذي لا يعرف شماله من يمينه. اتأملها معاي، لم يشفق على نينوى، لم يشفق على لوط البار المغلوب، لم يشفق أشفق على لوط، أشفق على نينوى، أشفق على المسكين، أشفق على الباس، ومع هذا لأجلك ولأجلي لم يشفق على ابنه. ده مش كفاية؟ شكرا. أن يخلي حضرتك ما تخسرنيش، ويساعدني كمان إن ما أخسركش. ربي يباركك يا فندم، شكرا خالص لوقتك الثمين. ربي يباركك. والوقت الجميل والآيات الرائعة والأفكار الجديدة، أنا أكثر واحد استفاد. ربي يحميك ويحفظك ويستخدمك بقوة. إخواتي المشاهدين، وصلنا لختام الحلقة، ساعتين إلا خمسة عدوا بسرعة شديدة. بشكر حضراتكم جدا، ونفسي كل المشاهدين اللي موجودين على صفحات الفيسبوك يدوسوا على زر المشاركة يوصلوا الرسالة دي لأكبر عدد، لأنك في أسباب كتيرة جدا ينفع فيها تقول بصوت عالي وبيقين كتابي ما ينفعش أخسر أخويا.
بقدم شكر كبير جدا لجمعية خلاص النفوس ببني سويف اللي بيوزع منها البرنامج الأسبوعي يعود فيحيينا كل اثنين وكل ثلاث صفحة جديدة. أرجو متابعة البرامج الروحية اللي الرب بيتكلم فيها بقوة، وأرجوك بوضحها لك تاني، لو استفدت ما تبخلش بالاستفادة غير لما توصلها للناس. وصلنا لختام الحلقة، تعالوا نختم حلقتنا بترنيمة مع الأخ فايز عدلي. تفضل يا أخ فايز. أمور الله عجيب، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. أمور الله عجيب، مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبع في الصخرة، وإذا اشتدت مجاعة يبعت خبزي ويا الغراب. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده وحده والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. محبة الله عجيب تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريب ثابتة في كل الأحوال. محبة الله عجيب تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريب ثابتة في كل الأحوال. يا حب يا طول أناته لكل شكرا للرب. يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته، أب مثالي ورعايته هي كمال المثال. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده وحده والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام.